اليوم كان لنا لقاء مع دولة رئيس الوزراء لغرض اطلاع دولته على تفاصيل العمل في مشروع ميناء الفاو، الخطط المستقبلية لتشغيل ميناء الفاو ومراحل وسير العمل والإنجاز في مشروع ميناء الفاو وما هي الخطط لتسريع العمل في ميناء الفاو. اطلعنا دولته على كل التفاصيل وكانت معنا دوكمنت متكامل من الأوليات الخاصة بآلية التعاقد بالإضافة إلى سير العمل الحالي في ميناء الفاو. كان هناك نقاش معمق، كانت هناك طروحات علمية من دولة رئيس الوزراء حول الرؤى المستقبلية وكيف يكون ميناء الفاو والقناة الجافة جزء من طريق الحرير. قدمنا كل ما لدينا إلى دولة رئيس الوزراء والسيد كبير المستشارين رئيس المستشارين الدكتور عبد الكريم الفيصل عن أنه يجب أن تكون القناة الجافة جزء لا يتجزأ من ميناء الفاو، وفعلا اليوم وصلت القناة جاف إلى مراحلها النهائية بدراسة الجدوى، وإن شاء الله منتصف هذا الشهر سوف تبدأ عملية إعداد التصاميم النهائية والمخططات والتصاميم النهائية للقناة الجافة. وجه دولته بأنه يجب الإسراع بتنفيذ القناة الجافة، يجب تمويل أو توفير التخصيصات المالية اللازمة لاستكمال مشروع ميناء الفاو، كونه وبصريح العبارة قالها هذا المشروع هو مشروع شعب وليس مشروع حكومة، وبالتالي يجب أن تتضافر كل الجهود لإنجاحه. كانت كل الطروحات مبشرة بالخير من كل الأطراف، بل بالعكس التمسنا الدعم والاهتمام من دولة الرئيس لإنجاز هذا المشروع.